الضحى والليل إذا سجى ما وجهك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وأبسط مثال لدينا اليوم هو الشاب يوسف رجب. أسأل الله أن يكون هذا المقطع في ميزان حسناته. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم جنى فتجلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السجرة ما يخشى إذ يغشى السجرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه الله لعمل صالح قبل موته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. وإذا مرضت فهو يشفيه وإذا مرضت فهو يشفيه وإذا مرضت فهو يشفيه والذي يميتني ثم يحييه
الرحيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.